مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، نستمر معكم الآن ضمن برنامجكم البيئي النادي الأخضر الذي يقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. أهلا وسهلا بكم. نعم صديقتي، نحن اليوم نلتقي معكم في نادينا الجميل لنتابع فقرات برنامجنا في الطبيعة الجميلة. نعم صديقي، فقراتنا جميلة ومتنوعة تنبهنا إلى أهمية الوعي البيئي. مشاهدينا، فقراتنا متنوعة وجديدة لهذا اليوم البيئي لنتابع معا. مرحبا بكم مشاهدينا، نحن الآن معكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيئي النادي الأخضر. نعم صديقتي، النادي الأخضر يعلمنا أن نحب بيئتنا وكيف نحافظ عليها من خلال أنشطة وفقرات النادي في الهواء الطلق. ومن هنا يا أصدقائي الأعزاء، علينا نحن أن نغير أنفسنا لنحافظ على بيئتنا من أجل مستقبلنا. مشاهدينا، النادي دوما مع أصدقائه يخبئ لكم فقرات متنوعة لنتابع معه. البيئة هي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح الأرض، والاستدامة البيئية هي إمكانية قدرتنا على الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تعد البيئة المستدامة أهمية كبيرة للحفاظ على حياة الإنسان وإنتاج الموارد المتجددة مثل المياه والطاقة الشمسية وتوفير بيئة قابلة للعيش. كما نعلم أن للبيئة يوماً عالمياً خاصاً بها، وهو الخامس من شهر حزيران من كل عام، فمن الضروري العمل مع الأطفال لتعزيز مفهوم المحافظة على البيئة وتوعيتهم وإخبارهم بالمخاطر المهددة لها وقلة الاهتمام بالبيئة، وتعليمهم كيف نحافظ على البيئة من خلال إلقاء المهملات والمخلفات في الأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها على الأرض، وذلك من خلال إثراء الكثير من الأنشطة التوعوية. فالبيئة لها دور كبير في حياتنا ومستقبلنا. ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. يلا النيل على الجنبين، يلا الايدين على الخصرين، يلا النيل على الجنبين، على الشمال وعلى اليمين، ونزقف اربع زقفات. يلا ونحرك فيها العضلات، يلا ايدينا فوق، عالي عالي انا فوق، يلا ايدينا لفوق، عالي عالي انا فوق،
ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق وننط اربع نقاط. يلا 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 نحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق وننط اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق وننط اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق وننط اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف. يلا ايدينا على الخصرين لفوق، يلا ايدينا لفوق، عالي عالي لفوق، روق اعصابك وهز لي اربع هزات. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع مرات. نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. يلا الايد على الخصرين، يلا النيل على الجنبين، على الشمال وعلى اليمين ونزقف اربع زقفات. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونزقف اربع زقفات. هز لي اربع هزات. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق ونلف اربع نقاط. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات، نرفع ايدينا لفوق. مبسوطة بدرس الرياضة كنتي؟ كتير. طيب انتي وين بتحبي تلعبي الرياضة، بالطبيعة ولا ضمن صالة مثلا، ضمن نادي او صالة مسكرة؟ بالطبيعة. ليش بتحبي بالطبيعة؟ لان الطبيعة بتكون في اشجار وفي سماء وهواء. طيب شو فائدة الرياضة؟ تقوي الجسم وتقوي الدورة الدموية، بتقوي العضلات، بتعطي للجسم طاقة. طيب انتي بتلعبي رياضة غير هون بالنادي البيئي؟ ايه. وين بتلعبي رياضة؟ بالبيت بحب العب كمان. ميرا انتي وين بتحبي تلعبي رياضة، بالطبيعة ولا بالصالة مثلا مسكرة؟ بالطبيعة. نور شو فائدة الرياضة؟ نلعب رياضة هاي عشان الهواء
ما نجوب يعني. قالي لنا شو فائدة الرياضة؟ بتقوي الجسم. ميرا احكي لي انت وين تلعبي رياضة غير هون بالنادي البيئي وشو فائدة الرياضة؟ بتقوينا. انه العقل السليم في الجسم السليم، احنا بنلعب رياضة مشان يكون عقلنا سليم. بلعب بالبيت ومسجلة نادي. طيب شو فائدة الرياضة برأيك؟ بتقوي الجسم وبتحافظ عليه. سيلوريس نحن عم نتابع فعاليات النادي البيئي، طيب انت كيف تتعاملي مع الاطفال بحصة الرياضة؟ انا بحصة الرياضة بنزل لمستوى الاولاد الصغار، يعني بحاول كون مرحمان لقدر الامكان لتفكيرهم شو بيحبوا شو هن بدهم، بحاول قدر الامكان اكون مثل ما بدهم، يعني خلص اللعبة اللي هن بدهم اياها، الغنية، الحركات، بحاول كون قد ما بدهم انهم يطلعوا من حصة الرياضة مبسوطين. برأيك شو أهمية ممارسة الأنشطة البدنية اللي بتتطلب من الطفل مثلاً إنه يكون هذا الشيء جزء من روتينه اليومي؟ طبعاً هن بهالعمر هذا بحاجة دائماً، كان بالمدرسة بالبيت بالنشاطات بحاجة دائماً يعطوا طاقة لجسمهم، يفرغوا الطاقات اللي هن فيها، في عندهم طاقات كاملة جواتهم بيفرغوها باللعب بالرياضة بأي شيء. بنصح أي طفل بالبيت بالمدرسة بأي شيء بأي نشاط بيعملوا يلعبوا رياضة، بيقوي من قوة الجسم، مرونة لإلهم، لياقة، بحسنوا من تقوية للذاكرة لإلهم، كل شيء بيفيد بصحتهم. طيب أنت كيف عم تشوفي تفاعل الطلاب ضمن الحصة؟ متفاعلين، حابين نلعب الرياضة، ما بيصدقوا إيمت أنسى إيمت بدنا نبلش ويلا بدنا نلعب رياضة، يعني عم حس في نشاط وحماس. جاهزين؟ صباح الخير. صباح النور. نحن اليوم حصة الرياضة ضمن فعالية النادي البيئي، رح نلعب مسابقة كتير حلوة والفائز فيها رح نعطيه جائزة. تمام. المسابقة هي رح نزت الطابق أول متسابق معنا بزت له الطابق بيرجع لي إياها بيرجع للأخير، بس رح يكون في عنا سرعة وذكاء إنه أنا الطابق فورا بدي استلمها بدون ما توقع مني على الأرض. تمام. رح نبلش؟ جاهزين؟ جاهزين. واحد. اثنين. لا بدنا نرجع خطوة لورا. أخذت سنة على قالت لي هي ستة ونحن سبعة. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. أسرع 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 أسرع. يلا نور، برافو، أسرع نور، يلصقونا. للأخير، يلا سوسو. أسرع أسرع أسرع. ممتازة، أسرع. حلوة. برافو، أسرع أسرع أسرع. كمان. 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 أسرع أسرع. ممتازة. القاطرة هون، قاطرة الفراشات الحلوين هي اللي فازت. مش أسأل فراشة شاردة. الفراشات هون رح نصفق لهم. واحد، اثنين، ثلاثة. برافو عليكم. يلا عطيني. استني باللعبة؟ بالرمي ولا شو؟ يلا اعطيها. يلا بسرعه بسرعه. يلا لا ثانيه. واحد، اثنين، ثلاثه. اسرع. برافو، حلوه، ممتازه. برافو، حلو. يلا 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 يلا. برافو عليك نور. اسرع سوسو. يلا حلو. برافو جوري. الفريق وهي اللي رح تستلم الجائزة عن الفريق. صفقولة. واحد، اثنين، ثلاثة. ما سمعت. صفقولة. تعلمنا مثل الرقص. يا سلام، سمعتوا؟ قالوا لي بس على الرقص. لا طيب قالوا لي، قالوا
أكثر شيء حبيناهم بالنادي؟ حبينا نحن. وشو كمان؟ حبينا. طب أنتي لما شاركنا بمهرجان البيئة بتتذكري؟ طيب شو شاركنا؟ احكي له لرفقاتك. شو لبسنا؟ لبسنا أواعي من البيئة صنعت. يا سلام، شو لبسنا؟ أواعي من البيئة إعادة تطبيق وصنعت. يا عين. طيب هلا إذا سألتك أنت شو حابب تطلع بالمستقبل؟ دكتور قلبية. يا عين، لتعالج القلب؟ طيب قديش بدنا نحن نشتغل على حالنا لنطلع أطباء؟ كتير. يا سلام، طب شو بنقول للأطفال اللي هلا عم يتابعونا؟ لازم نجتهد وما يروح؟ برافو. يا عين، طيب وأنتي شو بدك تطلعي؟ صيدلانية. واو، كله أطباء. وأنتي؟ صيدلانية. طيب ما حدا بده يطلع مهندس زراعة؟ تفضلي. يا عين، ليش؟ شو بتتعلمي بالزراعة؟ واو، بدك هندسة من الزراعة. وانتي؟ يا عين، وانتي؟ مهندسة. لا، احنا كمان غير مهندسين، هلا صار عنا اطباء، صار عنا صيادلة، صار عنا دكاترة، وصار عنا مهندسين زراعية. يعني طب نحن لما بنجي على المديرية لهون على النادي شو بنشوف؟ يا عين شو بنشوف كمان؟ سامعوني؟ بنشوف طبيعة حلوة. يا عين شو بتشوفي كمان؟ وأزهار. شو بتشوفي؟ شو بتشوفي كمان؟ بيوت. طيب نحن لما عم نجي لهون على النادي عم نشوف الأطفال، عم نشوف نحن قديش مبسوطين بشو كمان غير الرياضة؟ إعادة تدريب. طب نحن لما بنرجع على البيت وبنشوف الماما عم تجلي وتكب هي القطعة البلاستيك شو بنعمل فيها؟ شو بنعمل فيها؟ بنعمل فيها شو؟ إعادة؟ إعادة تدريب. طيب نحن الحصص اللي كلها عم ناخدها سواء نظرية، سواء علمية، سواء إعادة التدريب بإيدينا، شو عم تحسوا حالكم لما بنروح على المدرسة؟ قديش أنتوا أطفال شو؟ مثقفين. برافو، وشو كمان مميزين؟ صح؟ أولاً عم نحافظ على المقعد، صح ولا مو صح؟ صح. معناتها قديش نحن النادي هون له فائدة كبيرة؟ كثير كثير. ونحن لما بنقول لرفقاتنا لا أنت ما لازم تشغل على المقعد أو تشيل الورقة، صح ولا مو صح؟ صح. معناتها قديش نحن هون عم نستفيد بالنادي. طب حدا عنده اقتراحات هيك نحن نتحاور أنا وياكم؟ شو بتحبوا نضيف للنادي؟ مين عنده فقرة هيك بيحب يضيفها للنادي؟ طلبتوا موسيقى جبنا. شو بدكم كمان؟ علي صوتي. احنا كان هون موجود يعني مميز. يا عين وانتي مميزين. طب انتي شو حابه يصير عندنا بالنادي؟ غير الرسم وغير الموسيقى شو حابه؟ علم. يا عيني شو بدك تتعلمي؟ قلنا ممكن تتعلمي شو؟ قراءة، كتابة، ممكن نساعدكم كمان؟ برافو، معناتها ممكن نحن نضيفها لنادينا. بتحبوا كمان نعمل معسكرات؟ شو بتحبوا فوائد؟ حكوا لنا. يلا قلي. بحب اعزف تعلمونا كمان اللغة الإنجليزية. واو يا عيني. والفرنسية. هذا صار نادي شامل. هلا نحن بنبلش أول شيء مفاهيم البيئة، بعدين إعادة التدوير، بعدين حصة الموسيقى، وشوفي عندنا حصة كثير حلوة. يا عيني. شو الحصة الحلوة؟ إعادة التدوير. شو بنعمل فيها نحن غير إنه بس هيك البلاستيك؟ هلا كلياتنا عنا كتب وعنا ورق، شو بنعمل فيهم؟ بنعيد. طب يلا قوموا كلياتنا لنروح على حصة إعادة التدوير. يلا نعمل هيك. يلا قطع. يلا تفضل. أنا ميرفت حجاني من مديرية البيئة المشرفة على نادي البيئيين الصغار. اليوم الأنسة ميرفت، أنتو حضرتك كمشرفة بالنادي البيئي قمت بعمل استراحة للأطفال، ممكن تحكي لنا شو ضمنت هاي الاستراحة؟ هاي الاستراحة حبيت أعملها للأطفال لشوف ردة فعلهم لما عم يجوا لعنا على النادي، هن مبسوطين، شو الشيء اللي استفادوه من النادي حتى هالإقبال على النادي. فأنا صار حوار صغير إنه شو بتحبوا ضيف لكم على النادي، شو الشيء اللي انتم حابينه بالنادي. فانا لاحظت انهم عم يركزوا على اعاده التدوير، عم يركزوا على فرز النفايات، عم يركزوا على الحصص التوعويه البيئيه، وان شاء الله يا رب نقدر نقدم لهم كل الفائده. كيف وجدتي الاستراحه انه مثلا كحوار للاطفال معك انه كان حوار ايجابي؟
أنا لمست إنه حوار إيجابي وعم يعطوني أفكار جديدة، وحسيت كيف في روح مبادرة حلوة بيني وبينهم، في محبة كبيرة، فهذا الشيء نحن بنعتز فيه ككادر ككل. فبتمنى يا رب نكون نحن قد الشيء اللي هن طالبينه، وإن شاء الله دوما نعزز هيك المفاهيم البيئية ونعزز البسمة والفرحة على وجوههم. حضرتك اليوم ضمن فقرة إعادة تدوير، ممكن تحكي لي شو عم تشتغلي أنت والمجموعة من الأطفال؟ هلأ نحن عم نجهز لنعمل اللوحة من إعادة تدوير الورق عن طريق لف الورق. طبعا الورق المستعمل هي أوراق الكتب، أوراق دفاتر المدرسية بعد ما انتهوا الأولاد من المدرسة، مشان ما نكبوا الكتب وتصير هي نفايات، بتصير نستخدمها بلف الورق لنستخدم منها لوحات. هلا نحن هون الورشة عم تجهز لهم الورق للوحة اللي رح نساويها، مشان هلا الأولاد بس خلصنا اللف ننتقل على الطاولة الثانية واللزقة هيك. وكيف لقيتي تجاوب الأطفال معك؟ طريقتهم يعني عم بيلاقوا الفكرة إنه عم بيستوعبوها بسهولة؟ حلو، يعني هلا شوي بتطلع معهم عريضة هيك، هلا شوي شوي بيتعلموا، بس حبوا الفكرة، حبوا إنه هن يشتغلوا بإيدهم مثل ما أنك شايفة. كل يعني حدا مثلا مرق معه بالمدرسة بيقول لي نحن مرق معنا عن إعادة التدوير، يعني هن متذكرين عارفانين إنه نحن شو عم نشتغل يعني اليوم. تحكي لي شو عم تعملي؟ هسوي ورق من إعادة التدوير. لشو رح تستخدميها؟ اللوحة اللي عم نلفها رفقاتنا. ممكن تحكي لي عن الشيء اللي عم تشتغلوه؟ اليوم عم نعلم الأطفال إعادة لف الورق المستعمل اللي تبعوت الامتحانات، أوراق الامتحانات اللي مشان ما تروح تنتلف أو أي شيء، أو يكبوها بالنفايات يعيدوا تدويرها، شيء يستفادوا منه الأطفال يعني. للأفكار الرسم، كيف ممكن تحكي لي عن بس بدايات الشغل عندكم؟ بداية أول شيء من لف الورق، بعد ما لفينا الورق بنرسم الرسمة، بنجهزها، بنحددها بالورق، وبنصفت الأوراق على حسب الرسمة. بالنسبة للأطفال كيف وجدتيهم طريقة تعاملهم؟ الأطفال كتير حبوا الشغل ومستمتعين. أنا حسيت في منافسة بين الأطفال، وعم يشاركوا أكثر، عم يتشجعوا أكثر، وعم يحبوا الشغل وحابين الألوان وهي القصص. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معكم الآن إلى ختام برنامجكم البيئي النادي الأخضر. أأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا بفقرات النادي لليوم. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا النادي الأخضر.